ما هلا رح نروح لفقرتنا الختاميه، واليوم مو كثير بعيد عن موضوعنا الاول كمان عن الاطفال، ولكن عن خلينا نقول الدراسه بشكل عام. التفوق الدراسي هو شيء اساسي لكل طفل، واكيد دائما بيسعى الاطفال انه هن يكونوا متفوقين بدراستهم، وايضا الاهل بيسعوا لهذا الشيء، وبيلعب التفوق الدراسي دور حاسم بحياه الطلاب وتغيير مسارهم الاكاديمي ومن بعدها المهني، وبتاثر بشكل عام على سلوكهم وعلى حياتهم وعلى اهلهم. اليوم أكيد الأهل بيكونوا مبسوطين وفرحانين بطفلهم إذا كان عنده ميزة التفوق، ولكن هذا الشيء ما بيجي عن عباث يا سلمى. اليوم في أهل بدهم يؤسسوا، في كادر تدريسي بده يؤسس، والأهم الطموح عند هذا الطفل. اليوم طفلي أنا إذا ما عنده طموح أو طالب ما عنده طموح للتفوق، يعني لا الأهل قادرين يعطوا هاي الصفة ولا حتى الكادر التدريسي. اليوم شو هي أساسات التفوق والنجاح اللي مفروض يمتلكها الطالب، وهي شو هي أهم القواعد الصح لازم يمشي عليها؟ اليوم هو عم يحدد مسيرة حياتية لمستقبل، هو عم يرسمه بإيدي. هدول المعلومات وغيرهم رح يعرفنا عليهم ضيفنا لليوم، هو المشرف التربوي محسن سعيد. صباحك استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، كيفيه الاستعداد للطفل لحتى يكون متفوق وناجح، مو بس ناجح بشكل عادي، لا ناجح بشكل متميز بمدرسته. استعداد للطفل، هذا الطفل هناك في استعداد نفسي واستعداد طبعا استعداد جسدي. الاستعداد النفسي كي يكون الطالب أو التلميذ متفوقاً أو متميزاً في مادته أو في عمله أو في نشاطه، عليه أن يكون أولاً مستعداً جسدياً. الاستعداد الجسدي يساعده في التميز. الاستعداد الجسدي أن يكون هذا الإنسان أو هذا الطالب مهيئ جسدياً، أن يتمتع بالصحة الكافية، أن يتمتع بالراحة النفسية، أن يتمتع بالكمالية في الصحة والعافية، لأن الصحة والعافية تؤثر كثيرا على نفسية الطالب. وبالتالي هنا هذا الإنسان أو هذا الطفل عليه أن يكون الأهل أن يتابعوا هذا الطفل، تأسيس الطفل جسديا، مراعاة أحيانا هناك هذا الطفل قد يكون بعض مصاب أو بعض الأمراض أو بعض العاهات، هذه العاهات قد تؤثر نفسي على سبيل الطفل. أما من ناحية النفسية علينا أن ندرس نفسية الطفل. الطفل هذا علينا أن نراعي الطفل، علينا أن نقدم له كل وسائل الراحة كي يتمكن من التفوق، كي يتمكن من التميز. الراحة النفسية تلعب دور كبير في وصول الطالب، وصول التلميذ إلى أعلى درجات التميز. فإن لم يكن التلميذ يتمتع بهذه الراحة لن يبلغ التفوق ولن يبلغ التميز. فلذلك هناك إذن في عندي أنا الناحية الجسدية والناحية النفسية. طيب أستاذ محسن، ذكرت هدول الأساسيات، الراحة النفسية والجسدية ومراعاة الأهل الكادر التدريسي، في حال كل هاي الشروط كانت متوفرة بحياة الطالب ولكن هو ما عنده طموح، يعني كيف هو قادر يتفوق أو يتميز عن غيره؟ قد ايه اليوم مهم الطموح يكون موجود والشغف عنده للتفوق والتميز؟ التلميذ يجب أن يضع هدفا، هذا الهدف يسعى إلى تحقيقه. عندما يسعى الطالب إلى تحقيق هذا الهدف فيطمح إليه. الطموح يجب على الأهل مساعدة التلميذ، يجب على المعلم مساعدة التلميذ، تشجيع التلميذ. هذا الطموح طبعا لن يبلغ طموحه إلا إن كان لديه هو حبا لذلك، وأيضا هذا الطموح بمساعدة المعلم ومساعدة الأهل. عندما يقف إلى جانبه الأهل والمعلم ويشجعونه على ذلك فيبلغ ذاك الطموح.
نعم. أستاذ محسن خلينا نحكي كمان عن بعض الصفات اللي ممكن تساعد الطالب أنه هو يوصل للتفوق والتميز، مثل زيادة التركيز، تنظيم الوقت، جدول الدراسة، يعني هي خليني أقول الأساسيات اللي ممكن الأهل يساعدوا الطالب فيها، فبالتالي مع العادة رح يتطور ويزيد تركيزه ونشاطه بالتحصيل العلمي. الطالب لن يتميز، لن يتفوق إلا إذا نظم وقته، إذا ركز دراسته، إذا اهتم أكثر بدراسته، إذا تابع دروسه أثناء وجوده في الصف، عليه أن يتابع معلمه أو معلمته بشكل جيد، عليه أن يتلقى المعلومة ويخزنها، وعليه أن يتبع الكتابة والتعلم بالكتابة. هذا التعلم الكتابة يساعد التلميذ على التميز أكثر. فالتلميذ هذا الطموح لن يبلغه إلا إن كان لديه رغبة في ذلك. على التلميذ أن يكون رغبة في تحقيق الطموح، هذا الطموح يشجعه المعلم، يشجعه الأهل، فلن يبلغ هذا الطموح إلا إذا تضافت كل تلك الأشياء. طيب أستاذ محسن، اليوم نحن بعدنا ببداية العام الدراسي الجديد، طبعا بدنا نشكر كل الكوادر المدرسية على كل التعب اللي تقدم من بداية المدرسة لليوم. دائما نحن بنقول التربية ووزارة التربية خلية نحل، يعني على طول صيف أو شتاء. اليوم الأطفال أو البالغين خلال فصل الصيف يعني كانوا عم يروحوا لأنشطة، إن كانت ثقافية، إن كانت ترفيهية، إن كانت تدريبية تعليمية، واليوم بلشوا بعام الجديد. هل اليوم هي الأنشطة ممكن تأثر إيجابا على مستوى الدراسة والتميز عندهم، يعني ساعدتهم، فتحت لهم آفاق جديدة في الصيف؟ ايضا في الصيف هناك متسع لممارسه الكثير من الهوايات. هذا الطفل يمارس الانشطه، هذه الانشطه معظمها تعود بالفائده وبالاثر الايجابي على التلميذ. نعم. خصوصا اذا تبناها المجتمع، اذا راها المجتمع هذه الهوايات ستعود بالنفع على التلميذ، هذه الهوايات ستقوي من شخصيه التلميذ وسوف ترفع من امكانياته، هذه الهوايات ستزيد من ثقافته، ستجعله أكثر انطلاقا. هذا التلميذ بتلك الهوايات سوف يتخلص من عقدة الانطواء. هذه الهوايات كلها تعود بالنفع على التلميذ، وبالتالي هي سبيل للتميز والارتقاء. إذا الهوايات التي تمارسها في الصيف هي هدف، أي طبعا تستعمل على الارتقاء بالتلميذ نحو الأفضل إن شاء الله. أكيد. خلينا نأخذ أهم النصائح أخيرا من حضرتك قبل ما نختم. طبعا نحن ننصح الطالب أو التلميذ أن يضع هدفا يسعى إليه، ننصح الأهل تأمين الجو المناسب لهذا التلميذ، ننصح المعلمين تشجيع التلميذ على بلوغ هدفه، وخصوصا إذا لمسنا تميزا لدى التلميذ في مادة معينة أو في موضوع معين، فلذلك علينا أن نسعى إلى تطوير هذا التلميذ أو تحسين مستواه نحو الأفضل. إذا علينا أن نرتقي بالتلميذ، والتلميذ عليه أن يرتقي بنفسه. هذا التميز يكون من خلال التلميذ نفسه ومن خلال ما حوله، سواء كانت الأسرة أو سواء كانت المدرسة. أكيد أستاذ محسن، وهذا التميز والنجاح هو له أثر إيجابي مو بس على حياة الطالب ومستقبله وسوق العمل، أيضا على أهله. يعني بدنا نشكر حضورك لليوم، ومن خلالك أكيد تحية لكل الكوادر التعليمية والتدريسية. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ. لكم. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لك. أهلا وسهلا.